وصفكم للنزاع المسلح الذي يحدث في السودان، هل يمكن حصر هذا السلاح أو هذا النزاع في الشارع في السودان بشخصين فقط أم أن الأمر ربما تعدى ذلك؟ شكرا لك وللمشاهدين. أهلا بك. طيب، الصراع الموجود الآن هو صراع حول السلطة بين رجلين، قائد الدعم السريع وقائد الجيش، ولكن المجموعتين مدعومات من قواتهم. قوات الدعم السريع هي قوات تتبع لسنتي، وهي قوات ميليشيات قام بتكوينها النظام عمر البشير، النظام عمر البشير السابق قام بتكوينها لتكون مساعدة للجيش وتكون تحت إمرة عمر البشير لحمايته شخصيا، وأتى بها إلى العاصمة خرطوم لحمايته، لأنه في بعض الأحيان يعني لا يثق في الجيش كاملا، رغم انه الجيش تحت امرته، وهو ايضا معظم العناصر فيه يعني عناصر كثيره من الموالي كان للنظام السابق. اما الجيش السوداني فهو يعني اصلا فكره الحرب مع الدعم السريع ما كانت موجوده حتى لما جاء اتفاق سياسي يعالج كل الامور السياسيه والمدنيه والعسكريه. يعني قبل لغايه لحد فتره مارس او قبل شهر من الان لا توجد اي خلافات بين الدعم السريع والجيش. تقريبا يعني في شد وجذب بحكم انه قيادات الجيش ما قادره تتقبل الدعم السريع بحكم انها هي ميليشيات وتحظى بامتيازات اعلى من الجيش، وكان من وقت لاخر يتم معالجه هذه الامور. اما في اذا حضرتك تؤكد بان هناك كان اتفاق سياسي ما بين البرهان وحميتي، وربما تم خرق هذه الاتفاقيه من قبل احد الاطراف، وحضرتك تؤكد بان الرد السريع هم من خرقوا الاتفاق السياسي ما بين الرجلين؟ لا، هو خلينا نخطها في اطار صحيح. هم الرجلين قاموا ايضا بانقلاب معا في 25 اكتوبر 2021 على السلطه الانتقاليه الديمقراطيه الموجوده، وقاموا بايداع كل وزراء الحكم الانتقاليه في المعتقل، وهم معظمهم كانوا من قوى الحريه والتغيير المجلس المركزي. ومع الضغط الدولي والضغط الداخلي والضغط الشعبي والمقاومه الداخليه اضطروا انه يجلسوا مع المكون المدني. والمكون المدني توسع، ما بقي يضمن حقوق الحريه والتغيير فقط، هو اخرى معهم، وبدا التفاوض على انه الجيش يعود لسكناته وتسليم السلطه لحكومه مدنيه جديده. طيب، هل هناك امكانيه لاتفاق ما بين الرجلين او ما بين الطرفين، وبالتالي ايقاف هذا النزاع المسلح، اذ كانت هناك الملفات او التعقيدات ما بينهما ربما كثيره ومعقده، وليس هناك من فتره محدده لاستمراريه هذا النزاع؟ طيب، انا بس كنت لو كملت الحته بتاعت الاتفاق، هو اصلا كان فيه بند اللي اسمه معالجه الاصلاح الامني والعسكري. طيب، وهذا البند كان بيعالج انه دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش. واضح، أسي المشكله بانه ربما رفض بالفتره المحدده لدمج قوات الرد السريع بالجيش السوداني بالمده المحدده بالاتفاق من سنتين ربما الى 10 سنوات، هو هذا أسي المشكله ما بين الطرفين على ما يبدو وحضرتك تؤكد. هذا جزء من المشكله، ولكن في عامل اخر غير خفي، هو التحشيد والتجيش من نظام عمر البشير السابق. هم من قاموا بخلق العداوه بين الجيش والدعم السريع. هم كانوا على طاوله المفاوضات بيتفاوضوا على مسائل فنيه. مساله الدمج بين سنتين و10 سنوات ليست يعني كافيه لانه يحصل حرب واقتتال ويقتل ابرياء، وانما الجيش حاول انه يدفع سوري النظام الموالي لنظام البشير والفلول دفعوا بالجيش لانه يخوض حرب ضد الدعم السريع قبل الوصول الى طريق مسدود. لم ينتظروا، لانه هم بحسوا اذا كان تم الاتفاق الاطاري الاتفاق السياسي هم حيكونوا خارج العمليه السياسيه ومعرضين للمحاسبه ومعرضين للملاحقه القانونيه. اما الخيارات الموجوده الان لسؤالك، اي خيارات موجوده لازم يبدو من محل توقف النقاش. طيب، والتفاهم اللي هو الورقه اللي كانت مقدمه في الاتفاق السياسي لمعالجه اصلاح الامن والعسكري، هي الورقه او هي دي الافكار الممكن
تبدا منها معالجه المشكله. جيد. ما اعاده الثقه بين الجانبين، لانه ان فقدت الثقه وحصل في ضغوط من في مبادره امريكيه سعوديه طالب يوفق هؤلاء، ربما اذا تسمح لي السيد الفاتح، هؤلاء من يعتقد او السودانيين يعتقدون بان الطرف الدولي الذي من الممكن ان يؤثر على هذا النزاع وايقافه، من هي الاطراف التي تعتقد حضرتك والسودان تعتقد بان هذه الاطراف هي من ستؤثر على هذا النزاع وايقافه؟ وحضرتك ذكرت الولايات المتحده والدور السعودي، من الممكن ان يعني ان يكون الطرفين البرهان وحميتي ان يكونا متفقين مرة أخرى، وحضرتك ذكرت الثقة ربما انعدمت ما بينهما. أيوة، هو الاثنين الطرفين مرتبطين بدول إقليمية أكثر من دول غربية أو الدول الغربية هي بتساعد مسافة واحدة من الجميع، بتحاول تدعم الخيار الديمقراطي. حميتي والبرهان مرتبطين بدول إقليمية ودول وهو مرتبطين بدول جارة، فهم ممكن يكونوا مؤثرين بحكم أنه هم لو مقتنعين بأنه لا بد من توقف الحرب. جيد. إذا ما خشوا في الصراع، والجيد في الأمر أنه حتى الآن رغم كل واحد كل دولة بتدعم طرف، لكن كل الأطراف كل الدول الداعمة تلك الأطراف مقتنعة بأنه لا بد من إيقاف الحرب ولا بد من المفاوضات. فالآن المبادرة الأمريكية السعودية صاحبتها حتى مبادرة الإيجاد اللي هي مكملة لها أو بتصف في نفس الهدف. البرهان قبلها، حميتي قبل بها مبدئيا، ولكن لم تفعل بعد لأنه الشرط الثاني فيها بعد الهدنة هو إرسال مناديب إلى جوبا. فنحن ننتظر نشوف الأيام القادمة إذا كان بدأ تفاوض وإذا كان حافظ على لأن الهدنة خرقت بأكثر من مرة. إذا تعتقد من الممكن أن تؤتي بنتائج جيدة ربما بعد هذه الهدنة الخامسة؟ إذا نجحت الهدنة، لكن كل الهدن الخمسة تم خرقها، كلها تم خرقها، واضح أنه بيوافق على الهدنة من أجل الموافقة. إذا لم يتم ضغط على الطرفين بإيقاف الاشتباكات وإيقاف العنف والجلوس للمفاوضات، لا بد من الجلوس للمفاوضات، نحن بنكون مقبلين على السيناريوهات، وايضا ايقاف طول الحرب، لانه الان السودان المطلوب ايقاف الحرب، وكل الشعب السوداني متضرر من هذا الحرب، المستفيد الواحد الوحيدين من هذه الحرب هم فلول النظام السابق وليس الجيش وليس الدعم السريع. الطرفين حيخسروا وحيخسر الشعب السوداني معهم لانه حيموتوا ابرياء. إذن ربما نقاط الاتفاق أهم وأكثر من نقاط الخلاف ما بينهما. نأمل أن يكون هناك اتفاق ما بين الطرفين وبالتالي إيقاف هذا النزاع المسلح في الشارع. إذ كانت لديك معلومات سيد الفاتح فيما يخص موضوع التواجد الرئيس السوداني عمر البشير، يا ريت لو توضح لنا هذه النقطة إذ كانت لديكم معلومات عنه. عمر البشير حسب بيان الجيش السوداني قبل يومين هو موجود في علياء اللي هو مستشفى يدرع للصلاح الطبي للجيش السوداني. وهذا المستشفى كان موجود بها قبل الاحداث حسب بيان الجيش، ولكن تم خروج قيادات من المفروض اللي كان متحفظين عليها في سجن كوبر بتهمه الانقلاب على الوضع الديمقراطي وجرائم فساد اخرى. فهؤلاء رافضوا الجيش، لا نقول الجيش، المهم هم بلغاء صرحاء، تم تحرير اطلاق سراحهم من سجن كوبر بمجموعه مسلحه غير معروفه حتى الان، وهذا يدل على السيوله الامنيه، وانه الجيش يعني سجناء زي ذيل ما المفروض يكونوا بلغاء، يعني المفروض يتحفظ عليهم الجيش، ولكن على صفحه المؤتمر الوطني نقول بانه انا تحفظت على قياداتي في مكان آمن. جيد. طيب، أيام مرت على هذه الفوضى في السودان ونزاع مسلح ما بين طرفين ربما كانوا يوما ما في جبهة واحدة ولديهم الكثير من المشتركات، ربما كيف وصلت الأمور إلى ما هو عليه الآن في السودان؟ ربما أصبح واضح يعني حضرتك عفوا وضحت هناك أكثر من سبب، لكن من المستفيد من هذه الفوضى؟
أشرت قبل قليل أنا برضو إنه نكون سواء، نقولها بشكل واضح، المستفيد الوحيد هم في دول النظام السابق من الحرب. يعني ليس ما هناك من عامل خارجي في هذا الموضوع، هو فقط العامل الداخلي المؤثر. العامل الخارجي ما أظن عنده مصلحة في إنه أن تقوم حرب، لأنه أي واحد منهم عارف إنه ما في طرف حيقدر جهد. يحدث انتصار كامل إلا على المدى البعيد. حتى لو عنده مصالح، عشان مصالحه تكون موجودة في السودان لازم يكون في أمن، يكون في سلم، عشان يقدر، يعني هو مصالحه تكون هي أكثر من إنه امتيازات ومعادن، مسائل سياسية، كل الأشياء المرتبطة باستقرار السودان. فقيام الحرب القاسر منها الوحيد هو الشعب السوداني، المستفيد منها داخليا هو في النظام السابق، المستفيد منها خارجيا انا بعتقد انه حتى الطرفين ما اظن يكونوا محبذين لقيام الحرب، والدليل على كده حتى الان هم ما دعموا طرف على طرف اخر بشكل مباشر، جيد. بيعاطوا مع الطرفين، وانا افتكر لغايه حتى موقفهم معقول، ولكن لا يمنع انه ممكن يكون عندهم اجندتهم الخفيه بيدعموا بشكل سري، ده ما بنقدر، لكن علينا بالظاهر، وعلينا بالظاهر انه هم حتى مع واضح. وقف اطلاق النار والوصول لاتفاق عسكري ثم الوصول لاتفاق سياسي كامل.